السلام عليكم. في منشور له يكشف الأستاذ علي الأحمدي القيادي السابق في المقاومة الشعبية أن عدن باتت بمثابة مدينة آمنة لكل قيادات النظام علي عبد الله صالح، ولكنها باتت طاردة ومخيفة لكل القيادات الجنوبية التي دافعت عنها. إنها عدن مجدداً مشاهدين الكرام، عاصمة اليمن الثانية توشك على السقوط من يد الشرعية لتتبع صنعاء، ولكن هذه المرة بمباركة التحالف العربي الذي جاء في الأساس لاستعادة صنعاء لكنه أضاع عدن. فبعد صنعاء أصبحت عدن تعيش ظروف الإقصاء والطرد والحرب والتضييق نفسها على اليمنيين. الآن فقط تساوت أصوات النقد والتنديد بالاحتلال الإماراتي بين المواطنين والناشطين والمتابعين وبين مسؤولين في هرم سلطة الشرعية، بعد سلسلة انتقادات حادة وجه مسؤولون في الشرعية تجاه ما آلت إليه الأوضاع في عدن، وكيف أصبحت عدن أقرب لصنعاء منها لليمنيين وشرعيتهم، وكيف بات قرارها مرهوناً بأيدي التحالف يعبث بها وبمواردها ومنافذها. ما هي مخاطر استمرار تفاقم هذا الوضع؟ وإلى متى سيستمر صمت هادي؟ بل وإلى متى سيحارب الرئيس بسيف السلم؟ هذه الأسئلة وغيرها سنطرحها على ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور عادل مسني الأكاديمي والباحث، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير دكتور عادل. إذا مجموعة من الأسئلة تطرح مجددا على طاولة المساء اليمني دكتور عادل، ولكن قبل أن نحاول الإجابة عليها دعنا نذهب لمشاهدة هذا التقرير. بعد أكثر من سنتين على التحرير، عدن لم تتعافى بعد. اعتقد أبناء محافظة عدن أنه بمجرد أن تلفظ المدينة آخر مسلح حوثي ستكون على موعد مع الأمن والاستقرار والنمو الاقتصادي وتوفر الخدمات. لكن هذا كله لم يحدث، فما هي الحكاية إذن؟ منذ أن تحررت عدن بدأت قوات التحالف في بسط نفوذها على المدينة، ومؤخرا أصبحت الإمارات على وجه التحديد هي الحاكم الفعلي والوحيد لهذه المدينة، إذ قامت بتشكيل حزام أمني وتشكيلات عسكرية خارج القانون، وأحكمت قبضتها على الميناء والموارد الحيوية للعاصمة. وبالتزامن مع كل ذلك سحبت البساط من تحت الحكومة الشرعية وقوضت سلطتها على الأرض. الناطق السابق للمقاومة علي الأحمدي الذي يقيم خارج البلاد يخرج عن صمته ويقول إن المشكلة ليست في أن تصبح عدن مدينة آمنة لطارق صالح ومسلحيه وصحفيه، الأسوأ من ذلك أن تصبح غير آمنة لقيادات المقاومة وخطباء المساجد وقيادات الحراك من أبناء عدن. ويضيف كاشفا هذا الغموض: هذه الحال العجيبة الغريبة في مدينة عدن تبين حقيقة ما يجري، وكيف يمكن لك أن تحوز على الأمن والسلام أو تفقده بحسب رضا أو سخط الحاكم بأمره. العميد محمد الحساني هو الحاكم بأمره في عدن بعد أن أخليت المدينة من رئيس الوزراء ومعظم وزراء الحكومة وقبلهم من الرئيس هادي نفسه، فهل تكون عدن هي العاصمة الثانية التي تفقدها الشرعية؟ قبل أيام ناشد البنك المركزي قوات التحالف الإفراج عن شحنة سيولة نقدية كان التحالف قد منعها من الوصول إلى عدن، واليوم يناشد مجموعة من التجار الحاكم بأمره السماح لحاوياتهم بالوصول إلى عدن وتفريغ بضائعهم التجارية. بعد ثلاث سنوات تظل خيبة الأمل هي العنوان الأبرز أمام الشارع العدني الذي تتقاذفه تقاطعات النفوذ وتعبث به أيادي الإرهاب السياسي. إذن دكتور عادل، كيف تتابع ما يحدث في عدن من فشل أمني وسياسي حتى على مستوى الخدمات الأساسية التي يفترض أن تقدم للناس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد أنه الآن الأمور تتكشف بشكل صادم لمشاعر اليمنيين عموما وأيضا الجنوبيين وبخاصة عدن، بعد أن اتضح الآن مهمة التحالف التي تستهدف في الحقيقة الأمن والاستقرار والسكينة لكل اليمنيين، التي جاءت لتحرير اليمن من الشرعية والثورة والتطلعات، وأيضا تبسط سلطان الميليشيات التي أيضا تخولها لإثارة هذا العبث الكبير في الساحة الجنوبية. أعتقد أنه الآن الأمر واضح جدا أن هذه الميليشيات لم تعد تقدم أو أي فائدة لليمنيين سواء على مسار الخدمات الأمنية والاقتصادية والسياسية. أعتقد أنها أصبحت عقبة في طريق
تطلعات الشعب اليمني، واعتقد انها ايضا تقدم خدمه فقط للمحتل والغازي الاجنبي الممثل ايضا بدوله الامارات التي تبسط سلطانها بشكل صادم وجارح لكل اليمنيين سواء على الموانئ او المنافذ، والان تتبجح بشكل ايضا خطير في منع ايضا السفن من دخول عدن، وتطبق ايضا على حصار ضاري على اليمن استمر لثلاث سنوات وولد وضعا كارثي الان يشكو منه كل اليمنيين. واعتقد انه الان بدات الصيحات تتعالى وترتفع بشكل رسمي معبر عنه الوزراء، وبالتالي اعتقد انه الان لسان حال الحكومه الان يعني يلتقي مع الراي العام، مع الناشطين، مع المحللين السياسيين اللي كنا ايضا نوضح هذه الظاهره منذ البدايه، وكنا نستشرف هذا المستقبل المزري الكارثي لوضع لمهمه التحالف في اليمن، لكن اعتقد انه الان اصبح هناك يعني تلقف لهذه المخاوف من قبل ايضا الوزراء، والان كما يقول جباري انه الحكومه تحت الاقماع، يشير الى ان الحكومه لا تستطيع الرئيس هادي الى عدن، بمعنى ان دوله التحالف من خلال ايضا بسط سلطان الميليشيات خلقت وضع كارثي، خلقت وضع طارد غير قابل لعوده الحكومه، غير قابل لعوده الشرعيه، وهي بالتالي ايضا تقوض وتطيح بالدولة ومؤسساتها في الجنوب، وهذا أيضا الآن أصبح يعني مهمة التحالف التي كانت تتستر تحت أيضا دعم الشرعية، وهي الآن تمارس يعني ما يناقض ذلك على الأرض. نعم، برأيك دكتور عادل لو حاولنا الإجابة على سؤال حلقتنا لهذا اليوم، من يحكم عدن؟ كيف يمكننا الإجابة؟ الحاكم الفعلي لعدن منذ أن دخل التحالف هي الإمارات، وهذا واضح الآن، قلنا واضح الآن بأن الحكومة، بأن الرئيس تحت الإقامة الجبرية، الوزراء الآن يعبروا عن هذا بشكل كبير، بل أدهى من ذلك بأن الرئيس جباري يقول أن يجب احترام اليمن واحترام الرئيس، بمعنى وهذا يثير تساؤلات كثيرة جدا حول الممارسات التي أيضا تتصرف بها دول التحالف مع رمز الشرعية الممثل برئيس الجمهورية، وبالتالي نحن أمام وضع كارثي أخطر بكثير من مسألة الاحتلال. أعتقد أنه تحرير القرار السياسي قبل تحرير الأرض، وبالتالي نحن كيمنيين نطالب الآن بعودة الحكومة بشكل عاجل لإدارة دفة الأمور لاستكمال واسترداد الدولة اليمنية، بدون ذلك سيبقى الوضع كارثي وسيبقى أيضا مخجل ومعيب، والعلاقة يجب أن تتصحح بهذا الاتجاه، بإعادة أيضا الحكومة، بإعادة الرئيس عبد الرب منصور هادي إلى الميدان، بتفعيل وتمكين مؤسسة الدولة من في المناطق المحررة، ما لم سنبقى أمام حقيقة وهي أن اليمن يخضع لاحتلال، يخضع لاحتلال مباشر تحت الوصاية، تحت الانتداب، وأن دول التحالف حادت تماما وانحرفت عن مهمتها، والآن نحن نفاجأ بهذا الواقع المزري الكارثي وهو احتلال. وأعتقد أن التحالف قوضت الشرعية وفرضت أمر واقع من خلال الميليشيات الموجودة الآن التي تنفق لها الأموال الطائلة وأيضا والسلاح وغير ذلك، وأيضا مكنت الميليشيا الحوثية في الشمال وهي تسعى لفرض أمر واقع من خلال هذه الميليشيات وطرد الكيان الشرعي الممثل بالمرجعيات والممثل ايضا بمخرجات الحوار وايضا المبادره الخليجيه، وبالتالي نحن امام يعني واقع مؤلم وصادم لكل اليمنيين، وعلى الشعب اليمني الان يطالب بعوده الشرعيه بشكل مباشر، لان الوضع لم يعد يحتمل المزيد من الصبر مع هذه التدهور الكبير. دكتور يعني ربما تابعت أيضا ما كتبه القيادي الجنوبي علي الأحمدي أن عدن أصبحت يعني بردا وسلاما على طارق ونبيل الصوفي وكثير من رجال صالح، في الوقت التي هي نار فعلية على قيادة المقاومة وخطباء المساجد، يعني ربما احتمال كبير أن الأخ علي الأحمدي لا يستطيع العودة إلى عدن، كذلك نايف البكري لا يستطيع العودة إلى عدن، وكثير من المسؤولين الذين كانوا يعني يوما ما في القيادة الجنوبية لم يعودوا يستطيعوا العودة. برأيك كيف ترى هذه المفارقة العجيبة؟
حقا أصبحنا غرباء في أوطاننا، لا نستطيع حتى البوح، لا نستطيع حتى الانتقاد، مجرد الانتقاد. سياسة تكميم الأفواه، المعتقلات، السجون التي تمارسها دولة الاحتلال الإمارات صار جارحا حقيقة لليمنيين. أعتقد أنه الموضوع الآن مكشوف، حتى الوزراء الذين يحاولون أيضا أن يصفون ما يحصل يخرجون من اليمن، وبالتالي أعتقد أنه الأمر تدحرج بشكل كبير ليصل أيضا إلى كل مسؤول وكل أيضا ناقد وكل صحفي وكل من يريد أيضا أن يقول كلمة وسط هذا الصخب الكبير والفوضى العارمة في الساحة الجنوبية. وبالتالي الوضع الآن يشير بشكل واضح إلى أنه عدن خرجت بشكل كبير، المناطق المحررة عموما في الساحة الجنوبية خرجت بشكل كبير عن سيطرة الشرعية، الآن تقبع الاحتلال مباشر. المحتل هو من يفرض أوامره وإدارته لهذه المنافذ والممرات في الساحة الجنوبية، وحتى الثروات اليمنية الممثلة أيضا بالنفط وغيره والغاز وغيره يسيطر عليها بشكل كامل الدول التحالف، وتعيق أيضا عمل المؤسسات الهشة الموجودة أيضا للشرعية في الساحة الجنوبية. نحن أمام حقيقة وضع مزري، وضع خطير، يجب أن نتحرك إزاء هذا الموقف، يجب أيضا أن نحرك الأمور باتجاه عودة الشرعية، باتجاه أيضا مقاومة ومواجهة هذا الواقع المزري. لا يمكن على الإطلاق قبوله، خاصة مع الحصار، خاصة مع الوضع الاقتصادي المزري، خاصة مع تفاقم الأوضاع الأمنية والاقتصادية على الساحة اليمنية. أصبح حقيقة لابد من تدخل، خاصة مع التعبير عنه بشكل كبير من قبل أيضا الوزراء، والذي بدأت تتساقط حقيقة أوراق الشرعية من خلال هذا الهروب الرعيل للوزراء الذين أيضا هم أنفسهم لم يعودوا يطيقوا هذا الوضع المذل والمهين المعبر عنه أيضا أولا بهذه الأوضاع الموجودة للمناطق المحررة، وأيضا لدور الشرعية الموجود أيضا تحت الاعتقال. وبالتالي هناك أيضا أخبار كثيرة وارد عن أيضا محاولة لتمرير مفاوضات مع الميليشيا الحوثية، وبالتالي الشرعية أصبحت خارج الساحة تماما. وهذه المهمة التي عمل لها التحالف خلال 3 سنوات، أعتقد استنزاف كبير للشرعية في مأرب وبقية والوسط وتعز وغيره من المحافظات، ومن ثم إلغاها من المناطق الجنوبية واستبدالها بميليشيات تتبع مباشرة دولة الإمارات العربية، وتمكين أيضا للحركة الحوثية في الشمال أيضا تبقى شيء، تبقى عصا بيد التحالف يروع بها الشرعية إذا ما حاولت أيضا أن تقاوم هذا التمدد وهذا التسلط من قبل دولة الإمارات والتحالف عموما في الساحة المحررة. نعم دكتور عادل، يعني ما تشهد عدن ربما كان محور حديثنا من السابق، يعني كما تفضلت أشرنا إلى ذلك منذ البداية، ولكن القيادة السياسية أبدت تحفظات كبيرة في هذا الجانب. يبدو لي أن عقد الصمت انفرط، وكثير من يعني الناس بدأوا يتحدثوا مسلسل تصريحات الشرعية دخل حيز الوجود. كيف تفسر هذه الاستجابة المتأخرة لبعض مسؤولي الشرعية، وهل نتوقع أيضا يعني استجابات أخرى من البقية؟ أعتقد أنه انخرط عقد الشرعية الآن، لم تستطع، حاولت أن تصبر، حاولت أيضا أن تعطي مبرر أيضا لدول التحالف، حاولت أيضا أن تتلافى كثير من هذه الانتهاكات الصارخة في حق السيادة اليمنية، في حق التراب اليمني، في حق هذه المكونات التي تنشأ أيضا في جسد الشرعية المعبر عنها في الميليشيات الكثيرة التي تتكاثر حقيقة في الساحة الجنوبية من شبوة إلى عدن إلى حضرموت وحتى في تعز. وبالتالي ويريد أيضا وتريد الإمارات أن تكون بديلا عن الشرعية، بديلا عن إرادة الشعب اليمني التي اختارت هذه الشرعية، وبديلا عن المرجعيات التي تنصب هذه الشرعية. وبالتالي أعتقد أنه أصبح الوضع أيضا مع الحصار، مع أيضا تفاقم الأسعار، مع أيضا الانقلاب الأخير الذي حصل في عدن وطرد رئيس الوزراء من الساحة الجنوبية، وتوالت أيضا الإشكالات في مسألة أيضا إعاقة الوزراء من عملهم، وبالتالي أصبحت الأمور يعني وصلت إلى نفق مظلم، وكان لابد للوزراء من التحرك إزاء هذه التسلسل الأحداث الكبيرة. وبالتالي اعتقد أنه أصبح السكوت عليها خيانة في حق الوطن، خيانة للثورة، خيانة لأيضا الثوابت اليمنية والكرامة الوطنية
التي تدنس بشكل صارخ من قبل دولة الإمارات، وبالتالي أعتقد أنه الآن بدأ الوزراء يتكلمون بشكل كبير ويعبرون أيضا وينفسون أيضا عن ما يلوح في الساحات المحررة بشكل خاص وفي اليمن عموما، وبالتالي أعتقد أنه هذا التعبير عن أيضا إرادة الشعب اليمني الممثل بالاستقالة أعتقد أنه لقت ارتياح كبير لدى الشارع المحتقن في اليمن الغاضب نتيجة لهذه الممارسات، واعتقد ان الامور ستسير لان التحالف ليس لديه نيه ولا اراده لمعالجه الاوضاع لتصحيح العلاقه مع التحالف، لانه الفاعل الاساس لكل هذه كل هذا الخراب والدمار في ساحه الشرعيه متعمد من خلال ايضا الاطماع التي يعبر عنها بشكل واضح والسيطره المباشره للموانئ والمنافذ اليمنيه، وبالتالي هو سار بشكل يعني مخطط لالغاء الشرعيه وايضا استبدالها بميليشيات عملت بشكل أساسي على ضرب الشرعية، وهي الآن تواجه مشاعر اليمنيين، تواجه الشرعية، تواجه هذا الغضب الذي يتمثل بصرخات الوزراء. نعم، إذن ينضم معنا أيضا الصحفي عبد الرقيب الهدياني من عدن. مساء الخير أستاذ عبد الرقيب. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ عبد الرقيب، كيف تتابع ما يحدث في عدن؟ يعني طارق صالح يتجول هو ومسلحه في عدن بكل أريحية، كثير من رجال صالح كانت عدن ملجأ لهم أيضا، يعني بعكس ما يحدث لقادة المقاومة الذي بعض منهم يغتالون والبعض الآخر لا يستطيعون العودة. التحية لك أختي ولبيوتك ولمتابعي ومشاهدي القناة. عدن اليوم بكل جدارة هي نموذج مشوه، نموذج صارخ للمناطق المحررة، يعني مشروع التحالف العربي ومشروع الشرعية، هكذا أريد لعدن أن تغرق في الفوضى وفي الاغتيالات وفي الفشل وفي الفراغ الأمني. عدن اليوم صارت طاردة لكل شيء، طاردة للحياة، طاردة للدولة، طاردة للحكومة، طاردة للخدمات، طاردة للأمن والاستقرار، ويعني يعني للأسف ونحن يعني تعود بنا ذكرى الثالثة لانطلاق عاصفة الحزم، مشروع التحالف العربي الذي كان عنوانه الكبير عودة الشرعية، ولكن ها هي عدن العاصمة المؤقتة، حالها يدمي القلب، حالها يعني صارخ، حالها مؤلم. عدن اليوم لم تنتصر في شيء، لم تقدم نموذجا في شيء، لم تكن ملهمة في أي جزء من الحياة، لم تقبل رئيس الجمهورية، لم تقبل الحكومة الشرعية، لم تقبل الحياة، لم تقبل الأمن والاستقرار. اليوم هناك للأسف التحالف العربي وبالذات المملكة الإمارات العربية المتحدة استطاعت أن تقدم عدن بهذا النموذج المشوه للمناطق المحررة، لتضرب مشروع التحالف ومشروع الشرعية ومشروع اليمنيين. إذن لما لا تتخذ الشرعية، يعني لما تقبل على نفسها أستاذ عبد الرقيب، لما تقبل على نفسها كل ذلك لما لا تتخذ موقف واضح مما يحدث في عدن؟ يعني ألا يعد ما يحدث في عدن هي المحاسبة أو المسؤولة الأولى والأخيرة عن، خصوصا يعني أنها تستخدم كغطاء، هي الآن الشرعية هناك، الحكومة هناك، حتى وإن يعني فعليا لم يعد يوجد أحد هناك، يعني ممارسات احتلالية وتحدث تنكيل للمواطنين كما تفضلت، أصبحت عدن طاردة لكل شيء، واختصرتها ربما بكلمة طاردة للحياة، يعني لما تقبل الشرعية كل ذلك؟ بكل تأكيد صمت الشرعية، صمت الرئيس، صمت الحكومة يضع الجميع في دائرة التواطؤ والقبول بهذا الواقع. لا مجال أو لا مبرر لهذا الصمت ولهذا الاستكانة مع هذا الانحراف. يعني المحافظات المحررة تقدم للميليشيات أريد لها تحت عنوان أن تعود الشرعية وأن تطرد الانقلابيون، ولكن عارف الميليشيات الآن قبل لحظات أبلغنا من الضالع بالذات مع وجود الميليشيات وتعليمها على كامل المحافظات المحررة، قبل قليل تم
تم اغتيال مؤذن لجامع في وسط مدينة الضالع. الصورة المشوهة تؤمن على كل المحافظات، محافظات الشرعية، المحافظات المحررة. القتل والدمار والفوضى والاغتيالات تؤمن على كل شبر، إلى شبوة، إلى حضرموت، إلى عدن، إلى كل مكان، إلى تعز. وبالتالي على الحكومة أن تخرج من صمتها، وعلى الرئيس عبد الرب منصور هادي. يكفي هذا الصمت، يكفي قهوة التململ يظهر على الوزراء، على الأفراد في السلطات المحلية. نعم، يعني لا نجد تعليق أخ عبد الرقيب، يعني نعم لا نجد أي تعليق على ما يتحدث به الوزراء الذي ربما وافقونا في طرحنا سابقا تماما. يعني كنا نحاول أن نضع النقاط على الحروف، ولكن نجد أن يعني جميع مسؤولي الشرعية كانوا يتنكرون لذلك ويشيدون بموقف الإمارات ولا يودون الاعتراف بما يحدث حقيقة في عدن. ولكن الآن ظهرت أصوات تؤكد ما كنا نتحدث به، ومع ذلك نجد لا تعليق من قبل الحكومة. الأمر يتحمله قانونا وأخلاقيا أمام الشعب اليمني. هو الرئيس عبد الرب منصور هادي الذي انتخبه الشعب، وهو رمز يعني هذه الدولة ورمز الشرعية، وهو الممثل لهذا الشعب، وهو الذي أعطى التحالف هذا المصور القانوني يتواجد على الأرض ويخوض المعركة، معركة اليمنيين أن تعود الدولة، معركة اليمنيين أن يتحقق الأمن والاستقرار، معركة اليمنيين أن تفرض الميليشيات، لا أن تصنع ميليشيات أخرى على أنقاض الحوثيين. وبالتالي الرئيس عبد الرب منصور هادي وحده المسؤول على ما يجري اليوم في عدن وفي المحافظات المحررة، وعلى هذا الانحراف الكبير في أهداف التحالف في اليمن. تعبير الوزراء وتعبير السلطات المحلية وتعبير القيادة المحلية واضح. وبالتالي الكرة اليوم في ملعب الرئيس عبد الرب منصور هادي. الصمت لم يعد مجديا، لم يعد هناك، لم يعد حكمة، لم يعد يعني معقولا. اليوم كل شيء يدمر أمام عيوننا، ويتم التمثيل للحوثيين وللميليشيات التي لا تحمل مشروع الدولة. الإنسان والأرض يدمران، وعلى الرئيس عبد الرب منصور هادي أن يخرج عن صمته وأن يقول كلمته للناس. نعم، إذن يعني برأيك أين موقع المملكة من كل هذا العبث؟ كيف تقبل هي الأخرى ما يحدث؟ يعني نجد كثير من إعلاميها وكتابها ينتقد الانفصالي وينتقد المجلس الانتقالي إلى آخره، ثم تأتي موقف المملكة بصمتها داعم لما يحدث. لا مجال للتبريرات. 3 سنوات ونحن نبرر، 3 سنوات ونحن نؤمن التأمين الحسن، ولكن المملكة العربية السعودية هي قائدة التحالف العربي الموجود هنا في اليمن. الإمارات هي جزء من هذا التحالف، وبالتالي كل ممارسات تقوم به الإمارات هو يمثل التحالف العربي، والمملكة العربية السعودية هي رئيسة هذا التحالف. يكفي تبريرات ويكفي يعني ذر الرماد على العيون. هم منسجمون بأداء واحد هنا في اليمن، وبالتالي علينا أن نخلع يعني هذه التبريرات، وأن نقف أمام مسؤولية. شعبنا يدمر، مدننا تدمر، الفوضى تعم، تمكن الميليشيات وتضرب مؤسسات الدولة. اليوم الحكومة صارت مهاجرة خارج البلاد، رئيس الجمهورية لا يستطيع أن يعود إلى أرض الوطن. ماذا نريد بعد ذلك؟ إلى أي نقطة سنصبر ونتحمل ونؤمن التأمين الحسن؟ التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية هو المسؤول عما يجري اليوم داخل اليمن، هو المسؤول عن هذا الفراغ، عن هذه الفوضى، عن تغول الميليشيات، وعن ضرب مؤسسات الدولة، وظهور هذه الفوضى التي تعم اليمن شرقه وغربه. نعم، إذا هل يمكن يعني للرئيس أو رئيس الحكومة عمل شيء لإنقاذ عدن مما يحدث ومن كل هذا العبث؟ بكل تأكيد الرئيس عبد الرب منصور هادي يملك الشرعية، يملك المشروعية، وهي أقوى من كل شيء. الشرعية شرعية الشعب اليمني، هذا الذي يتواجد على الأرض. التحالف غطاؤه هي الشرعية، وبالتالي يستطيع أن يعمل الكثير. هناك الكثير
من البدائل، كثير من الخيارات، يستطيع ان يرفع صوته. لا مجال لاستمرار هذا الحال. استمرار هذا الحال معناه تمكين الميليشيات، معناه تمزيق اليمن، معناه ضياع حتى شرعيه الرئيس عبد الرب منصور هادي. هي الملاذ الاخير، وبالتالي عليه ان يستخدمها اليوم، عليه ان يبحث عن خيارات كثيره، امامه الكثير من الخيارات، يستطيع ان يرفع صوته وان يقول لهؤلاء توقفوا. وهناك الكثير من الخيارات ان يبحثها امام المجتمع الدولي، امام الاصدقاء، امام الاشقاء، وان لا يستسلم لهذا الموت البطيء، لهذا التدمير الذي نراه امام اعيننا. ولا مجال لاي تبريرات او لاي صبر او لاي حسن ظن في هذا الصمت. وعلى الرئيس عبد الرب منصور هادي ان يخرج عن صمته، وهم الوزراء المعبرون عن الحكومه قد اخرجوا ما خفي وما كان يعبر عنه النخب، وتعبر عنه الاعلام، وتعبر عنه وسائل الاعلام. وبالتالي على الرئيس عبد الرب منصور هادي ان يسترد الى شعبه، وان يقول ها هو الشعب قد تحرك وقد اخرج وقد تحدث وقد انتقد وقد ابان. وبالتالي هو مسؤول وهو معني ان يمثل هذا الشعب، وان يتناغم مع ما يتكلم به وعما يعاني وعما يجري على الارض. نعم، الصحفي عبد الرقيب الهدياني، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من الضالع. اسمح لنا دكتور عادل أن تسد المشاهدين بالذهاب لهذا الفاصل القصير، ثم نعود إليكم. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مره اخرى دكتور عادل. دكتور، استمعت لحديث الصحفي عبد الرقيب وهو يتحدث عن عدن كونها طارده للحياه كمختصر لطردها للحكومه، للخدمات، للامن، للاستقرار، لكل شيء يعبر عن هذه الحياه. برايك يعني اصبحت عدن تتقارب مع وضع صنعاء، حتى ملامح الانقلاب وان اختلفت صوره ولكن يعني او خطواته، لكنها تتم بنفس الأداء. هل برأيك ستصبح عدن هي العاصمة الثانية التي ستفقدها الشرعية؟ أعتقد أنه عدن يعني مسألة التعويل على أن تكون عاصمة الآن تلاشى تماما، وأصبحت الآن عدن تخضع لميليشيات تسيطر بشكل كامل على المشهد، وأصبحت أيضا هذه الميليشيات قلنا تعمل بشكل ممنهج على طرد أي مظاهر للشرعية ومؤسساتها داخل عدن. وبالتالي هذا كان واضح منذ الاصطدام برئيس الجمهورية ثم رئيس الوزراء، وهذا رئيس الوزراء أيضا كان صادما لكل اليمنيين، لأنه أيضا جاء في تغطية أيضا ومساهمة مباشرة من دولة الإمارات، استخدمت فيها الأباطشي لضرب أيضا الوحدات التابعة لرئاسة الجمهورية. وبالتالي يعتقد أنه هناك مشهد يسير بشكل يعني ثابت، الهدف منه سلخ عدن عن اليمن بشكل كامل، وإعطاء أيضا لدولة غازية، وأيضا إفساح المجال لميليشيات هدفها بالأساس تمكين لدولة الإمارات، وهذا واضح من خلال أيضا سنتين إلى الآن. وهذا أيضا يظهر بشكل تدريجي من خلال أيضا إزاحة الشرعية بشكل كبير وكامل عن المشهد. والآن نحن أمام رئيس جمهورية في الإقامة الجبرية، أمام رئيس الوزراء في الإقامة الجبرية، وأمام أيضا وزراء الآن خرجوا من عدن تحت أيضا الإكراه وبدافع أيضا الطرد من هذه الميليشيات ومن دولة الإمارات، وهم الآن يستقيلون. وبالتالي أعتقد أنه الموضوع اتضح، عقد الشرعية الآن ينخرط. أعتقد أن الشرعية الآن يجب أن تستقيل أو تعود إلى الواقع، لا ينبغي أبدا السكوت عن هذا الوضع المزري على الإطلاق. أعتقد أنه الاستقالة هي الهدف منها، ليس التخلي عن الواقع وإنما المطالبة بالدور. لا يمكن أبدا أن نبقى كومبارس
والاحتلال وميليشياته يعبث بأمن واستقرار واقتصاد البلد، وبالتالي أعتقد أنه الآن نحن أمام لحظة فارقة وأمام يعني الظرف حرق جدا، ينبغي على الشرعية أيضا أن تواجه هذا العبث الكبير، ينبغي أن تستخدم أيضا ثقلها ودورها. ما هو ثقلها دكتور عادل؟ يعني ما هي الأوراق التي ما زالت بيد الشرعية حتى تتفادى استكمال احتلال عدن بهذا الشكل وتنقذ الجزء من البلد من الانهيار؟ أعتقد أنه الوزراء الآن وجهوا صرخة قوية وهزوا الدول التحالف هذا بهذا الكشف عن ملابسات ما يحصل الآن داخل الشرعية. أعتقد أنه الصمت الشرعية كان يوفر الستار، كان يوفر أيضا الغطاء لكل هذه الممارسات، ولولا هذا الصمت لما استطاعت الإمارات وميليشياتها أن تنفذ إلى جسد الشرعية. وبالتالي أعتقد أنه الشرعية الآن من خلال هذه الاستقالات جاءت متأخرة، لكن أيضا حركت مياه كثيرة في النهر، جرت مياه كثيرة الآن من خلال هذه الاستفاقة الأخيرة، وبالتالي اعتقد أنه الشرعية تستطيع أن تفعل هذا الملف بشكل كبير وتضع التحالف أمام أيضا مسؤولياته، إما أن تعود الشرعية إلى الواقية أو تستقيل، لا مجال لأن تبقى يعني خارج إطار الأحداث، لا مجال لأن تبقى تحت الإقامة الجبرية. صمتت كثيرا خلال 3 سنوات وأدت إلى هذا الوضع الكارثي المزري لكل اليمنيين، وأيضا التحالف الآن أصبح يعني مطالب أمام الشعب اليمني، مطالب أيضا هناك أصوات كثيرة جدا ليس فقط في داخل اليمني وأيضا منظمات في المجتمع الدولي، أيضا المجتمع الدولي الأمم المتحدة تتهم بشكل مباشر بأن الدول التحالف تمول ميليشيات تعبث بالأمن والاستقرار، وهذا أيضا ما قالته أيضا لجنة العقوبات. هناك أصوات بدأت ترتفع في العالم وفي الداخل اليمني وأيضا داخل الحكومة نفسها من خلال هذه الصرخة المدوية التي يعبر عنها الوزراء، وأيضا كانت مسببة بأيضا إيضاح مذل حقيقة، وهم يتهمون مباشرة دول التحالف بأنها تهين اليمن وتهين أيضا رمز الشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، وأن العلاقة مختلة ويجب أن تصحح بشكل كبير. وأعتقد أن التصحيح لا يمكن أبدا إلا بعودة الشرعية إلى الميدان، بعودة الحكومة، بعودة أيضا مؤسسات الدولة، وإلغاء كل مظاهر الميليشيات التي أيضا تعرض ضد أيضا هذه العودة وتمكن أيضا للمحتل. ما لم ستبقى الشرعية مطالبة وأمام الشعب اليمني مطالبة بأنها أيضا يجب أن تتخذ خطوات، يجب أن تواجه هذا العبث، يجب أن تواجه هذا الانحطاط الكبير في كل الأوضاع الاقتصادية والأمنية والسياسية وفي قلبها السيادة اليمنية التي تعرض لانتهاك صارخ من قبل هذه الميليشيات والتي تدعمها دولة محتلة جاءت تحت مبرر دعم الشرعية. قبل أيام دكتور عادل بعد مخاطبة وزير الداخلية الميسري للتحالف بعدم التعامل مع أي يعني أجهزة أمنية إلا من خلال الوزارة، وردت أنباء أن الإماراتين طلبوا من الوزير المصري بالمغادرة. يعني هل الإمارات بصدد تصفية عدن من الوجود الشكلي للحكومة هناك، يعني خاصة أنها تستبدلها بطبيعة الحال بميليشياتها ومجلسها الانتقالي؟ الإمارات حقيقة لم تعد تكترث بالشرعية وتعبر عن سياستها بشكل واضح، قلنا من خلال الصدام مع رئيس الجمهورية، من خلال الاشتراك في انقلاب مباشر طردت من خلاله رئيس الحكومة، وأيضا يعني قوضت وحدات تابعة للشرعية، وبالتالي هي أيضا تطرد الوزراء وتمنعهم أيضا ومن أداء مهامهم وتعرقل بشكل واضح الموانئ والمنافذ اليمنية وتحاصر اليمنيين في سبيل خلق أزمة اقتصادية، أيضا تلقي باللائمة على الشرعية ومن ثم تمرر أجندتها الخبيثة في اليمن. وبالتالي أعتقد أنه الإمارات واضحة في استراتيجيتها منذ البداية، لا تكترث تماما بالشرعية ولا تحترم الشرعية من خلال أيضا محطات كثيرة أهانت الشرعية في أكثر من محطة. وبالتالي أعتقد أنه الغموض يكتنف فقط موقف المملكة العربية السعودية والتي يعول عليها قطاع من اليمنيين، قطاع معين من اليمني أو من الشرعية. وبالتالي أعتقد أنه الشرعية يجب أن تضغط على هذا على المملكة العربية السعودية على هذا الرهان الباقي، إما أن تتحرك في تلافي ما يحصل من انهيار فظيع يهدد أيضا بكارثة باستفاقة جماهيرية بانتفاضة أسميها أنا انتفاضة الكرامة التي يجب أن تخوض، التي يجب للشعب اليمني أن يخوضها الآن في مواجهة كل هذا الانحطاط الكبير الذي يؤدي أيضا إلى ضياع التراب وضياع الشرعية وضياع الثوابت والتطلعات. وبالتالي أعتقد أنه
الإمارات الآن تحرث في هذا بشكل واضح، تعبر عن سياستها بشكل مكشوف، تسير وفق يعني أجندات واضحة، هدفها أيضا ضرب الشرعية، وقد نجحت في هذا الأمر بشكل كبير، وهي الآن تقيم ميليشيات تتبجح تماما بأيضا رفضها لكل مظاهر قلنا الشرعية في الجنوب، وأيضا تمرر ممارسات يعني معادية للشعب اليمني ومعادية للشرعية، وهي الآن يعني الموجودة على الميدان والموجودة على الأرض، وهي التي تعبر عن سياستها بشكل واضح من خلال هذه الميليشيات، والشرعية خارج تماما خارج المجال، وهي الآن تحت الإقامة الجبرية، وهذا ما يعبر عنه الآن بشكل واضح وصريح الوزراء اليمنيين، والتي كانت أيضا يعني تعبر عنه فقط القنوات وأيضا المحللين والصحافة، لكن الآن أصبح بشكل رسمي يتداول، وهذا الذي يعطي أيضا الحقيقة بعدا أكثر ويقليها بشكل أعمق. نعم، أيضا ناشد البنك المركزي قبل أيام قيادة التحالف في عدن بالسماح للسيولة النقدية من الوصول إلى عدن، علما يعني أنها متعثرة من تاريخ 12 فبراير، التحالف يمنع دخولها. برأيك يعني ما هي المصلحة التي يعني سيجنيها التحالف في محاربة قوت اليمنيين واقتصادهم؟ أعتقد أنه الملف الأكثر إلاما والموجع هو الحصار. كثير من التقارير الدولية تقول بأن الوضع اليمني صار مزريا وهو على شفا جرف نهار، وهناك مجاعة تجتاح الشعب اليمني، والحرب بمضاعفتها الخطيرة يعني أودت بالاقتصاد اليمن وبخاصة الحصار التي تفرضه دول التحالف، وبالتالي يأتي في قلب هذا الحصار هذه الخطوات الاستفزازية الكبيرة التي لا تراعي ولا تكترث لهذه الأوضاع الكارثية للشعب اليمني، وبالذات الأوضاع الاقتصادية التي نحن في صددها الآن، وهي من خلال أيضا إلغاء دور البنك المركزي بشكل كامل، من خلال أيضا تأجيل وإرجاء الوديعة التي تعدها التي وعدت بها منذ سوف المملكة العربية السعودية، من خلال تعمد غلق وإقفال المنافذ والموانئ في وجه في المناطق المحررة، من خلال السيطرة على منافذ النفط أيضا من قبل دولة الإمارات وميليشياتها، من خلال عرقلة أي جهود تحاول أيضا الشرعية يعني لعب دور في أيضا حلحلة هذه المشاكل الاقتصادية في المناطق المحررة. أعتقد أنه نحن أمام يعني عراقيل واضحة تمارسها الإمارات، هدفها هي خلق أزمة اقتصادية تهز المعنويات، تهز أيضا إرادة الشعب اليمني، التي أيضا هي تدرك بأن المعركة معركة معنويات، معركة إرادات، فإذا ما حاولت أن تخلق هذه الأزمات وتخلق مزيد من الجوع وتخلق منعطفا داخل الشعب اليمني، يبقى تفكير الشعب اليمني كله حول اللقمة وحول مصادر تأمين اللقمة، وينسى كل هذه الممارسات التي تحاول من خلالها أن تنفذ الإمارات وميليشياتها إلى الواقع اليمني. وأعتقد أن هذا خطوة استراتيجية تتبعها دولة الإمارات منذ أن أطلت برأسها على في الساحة اليمنية. نعم، إذا اسمح لنا أن ينضم معنا أيضا الكاتب فهد سلطان عبر الهاتف من الرياض. مساء الخير أستاذ فهد. مساء النور والعافية لكم مشاهدي الكرام. أهلا بك أستاذ فهد، كيف تتابع ما يحدث في عدن في الآونة الأخيرة؟ تصريحات العديد من مسؤولي الشرعية، يعني ربما آخرها ما كتبه الأستاذ علي الأحمدي بخصوص أن عدن باتت طاردة ل يعني أبنائها من المقاومة ومستقبلة لطارق ويعني رجال عفاش. نعم، في حقيقة الأمر صحيح، ما ذكره الأحمدي صحيح، الوضع في عدن بشكل خاص وفي بعض من المناطق المحررة سيء للغاية، ويعكس في الدرجة الأساسية الهشاشة داخل منظومة الشرعية نفسها، يعني واحدة من أسوأ الكوارث التي تحدث القلائل عنها في بداية الأمر منذ انطلاق عاصفة الحزم، ولم يتم الانتباه لها، ونحن نجني أو يتم الآن جني تلك الحصاد الخاطئ في البداية. يعني لم واحدة من تلك الكوارث أو واحدة من تلك الأخطاء هو أن يتم يعني تسليم البلد بالكامل، يعني بكل مؤسساته بكل بتفاصيل، دون أن يكون هنالك حدود فاصلة بين يعني في التعاون بين الشرعية وبين دول التحالف. يعني عندما يعني ضعفت مؤسسات الدولة، وعندما يعني ظهرت جوانب كثير من الفساد ومن القصور، يعني تحولت الشرعية يعني ألقت بكل ثقلها إلى يعني إلى أطراف أخرى،
وهنا بدأت الفشل وبدأ الفساد، وهذا شيء طبيعي. لا يمكن لدول أخرى مهما كانت يعني قوية أو مهما كانت حريصة أو مهما كانت أن تدير بلد بالطريقة التي يتم تسليمها أو بالطريقة التي سلمتها بها الشرعية. هذه واحدة من الأخطاء كان يعني، وحتى الآن الأصوات التي تنادي الآن بإعادة يعني هذه الشرخة وإعادة هذه المفهوم يأتي في هذا السياق. الشرعية لا. الفشل كان من داخل الشرعية، الشرعية تتحمل المسؤولية الكاملة. نقطة مهمة في هذه أريد أن أضيفها، وهي يعني لا ينبغي اليوم النظر للشرعية هي رمز، ولكنها لا ينبغي للباقي الوطنيين داخل هذا البلد وللسياسيين المتواجدين داخل البلد أو خارجها أن ينتظروا من الشرعية أنها ستحل كل مشاكل البلد. ينبغي أن يكون أن يقوم هنالك تحالف سياسي يمني كبير على مستوى الداخل والخارج للوقوف أمام الوضع الذي تعيشه البلاد بشكل عام. يعني نحن على مختلق طرق، ربما استمرار الوضع إلى يعني بعد التحذيرات الأممية وتحذير تقرير مجلس الأمن والوضع الذي نعيشه الآن على الأرض كثير من المناطق، سواء تثبيت الحوثيين يعني في صنعاء أو الوضع الآن في عدن أو في تعز أو في مناطق أخرى، يدل يعني يسير بنا إلى أن اليمن يمكن أن تتلاشى أو ستتلاشى تماما. نعم، برأيك أستاذ فهد، يعني ما الذي بيد الشرعية يعني تستطيع عمله، أو ما هي الأوراق الضاغطة التي تستطيع أن تتصرف بها؟ واحد من يعني بقاء الشرعية خارج البلد هذه واحدة من الكوارث الكبيرة. لا يمكن يستحيل أن تدار اليمن، أن تدار بلد. يعني القضية ليست مؤسسة وليست قضية شركة، هذه بلد. إذا لم تدر من الداخل يستحيل أن تدر من الخارج مهما بلغت، يعني مهما كانت قدرتها أو إمكانتها أو قدرة التواصل. يعني ما لم تعود إلى الداخل فالفشل سيبقى. مهم أن تعود إلى الداخل، أن يكون هنالك يعني اتفاق بأي طريقة أو كان إلى أن تعود الشرعية بكامل منظومتها وأن تبدأ مؤسسات الدولة أن تعمل. يعني على سبيل المثال، يعني مثلا كمحافظة مارب، عندما بقى المحافظة، عندما بقت مؤسسات الدولة، مشت عجلة يعني عجلة الاستقرار يعني تمشي خطوة خطوة. لكن يعني الفشل الذي حصل في مدينة عدن وغياب الشرعية كونها العاصمة أنتجت وأفرزت هذا الواقع الذي نعيشه الآن. ما لم تعد الشرعية بصورة كاملة يعني من رئيس الدولة إلى الحكومة إلى الوزراء إلى المؤسسات إلى الكامل تعود إلى المناطق المحررة وتدير البلاد من الداخل، سيتعزز الفشل وستتلاشى اليمن وستقسم وسنصل إلى نتائج نحن نعيش اليوم يعني كثير أو جزء كبير من تفاصيلها. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ فهد سلطان الكاتب، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة أخيرة لك دكتور عادل. دكتور عادل، يعني لم يكن فقط المسؤولين ولا البنك، ولكن هناك أيضا مناشدة من قبل التجار يناشدون التحالف أيضا بالسماح لدخول بضائعهم التجارية إلى الميناء. رأينا كثير من اعتصامات موظفي الميناء لما يتم الحدوث هناك. يعني لما لا يتحرك هذه بخطوات حثيثة وسريعة لإنقاذ العاصمة من السقوط؟ يعني البنك من جهة، التجار من جهة، المسؤولون من جهة، المجتمع الدولي يعد مع هذه. برأيك يعني هذا التخاذل إلى متى سيظل؟ أولا أعرج على ما قالوا بأن الشرعية هي المسؤولية، مسؤولية كاملة. أعتقد أنه الوضع مكشوف بشكل كبير، أنه التحالف هو من يدير الوضع العسكري والأمني والاقتصادي بشكل كامل عن المرء، وهو المسؤول عن إضعاف الشرعية وإظهارها بهذا الشكل الهش والضعيف. وهي الآن تحت الإقامة الجبرية، تحت أيضا عمل ممنهج يقوده التحالف، وهي أيضا تنفذ مطامع واسعة في احتلال اليمن، وهذا أيضا واضح. أعتقد أنه المسؤولية ملقاة بشكل أساس على التحالف، لأن الشرعية لجأت في وضع استثنائي للتحالف، وأيضا التحالف انحرف عن مهامه وذهب أيضا إلى أجندات خبيثة هدفها الإضرار بالثورة وقواها وبالشرعية أيضا كتطلعات لثورة فبراير. وبالتالي أعتقد أن هذا أولوية تمثل للتحالف سعت لتقويضها منذ البداية. هذا جانب. الجانب الآخر أعتقد أنه مسألة لكن يعني أن نحمل التحالف ضعف الشرعية، نعم هو من يحاول إضعافها، ولكن صمتها أيضا هو من يجعل يعني أو قبولها بهذا الوضع هو من يجعلنا نحملها السكوت. ألا تستطيع أن يعني معروف أن التحالف تدخل بطلب من هادي، ألا يستطيع إيقاف هذا التدخل الآن؟ صحيح، الشرعية كان بإمكانها أن تتحرك، لكن سارت الأمور إلى هذا الوضع الكارثي. الشرعية يعني أصبحت تحت الإقامة الجبرية وتخضع أيضا لكثير من التهديدات والابتزازات، وهذا ما يعبر أيضا عنه الوزراء بأن الشرعية أيضا
ممثله برئيسها لا يعني لا تحظى باحترام من دول الثعلب وتحت الاحترام، هذا ملاحظات كثيره جدا. وبالتالي اعتقد انه الشرعيه هي نفسها في حاله يعني مغلوبه على امرها، في حاله مزريه، تتعرض لكثير من المهانات والقهر داخل المملكه العربيه السعوديه ولا يسمح لها بالحركه فضلا عن الكلام. وبالتالي الامر الان واضح، وايضا صرخه الوزراء تعبر بشكل واضح عن ما يحصل ايضا داخل ارقه الحكومه والشرعيه. وبالتالي يجب ان نتحرك من هذا الوضع المزري، من هذا الواقع المؤلم، بان التحالف الان صادر كل خيارات الشرعيه وصادر كل خيارات الشعب اليمني، وهو الان ينفذ اجنده ضاره بالشرعيه ولم تخدم ايضا لم تعد تخدم الشعب اليمني ولا ايضا الشرعيه. وبالتالي اعتقد انه الشرعيه الان يعني مغيبه تماما عن الواقع، ويجب ان تتحرك. اعتقد انه الهامش الحركه يجب ان توجه احتجاج من خلال هذه الاستقاله واستثمارها في طريقه الضغط ايضا على التحالف، اما ان يسمح للشرعيه لان تعود وتفعل بشكل واضح، او انه يسير في يعني يسير نحو الاستقاله ويضع التحالف امام مسؤوليه احتلال مباشر لا غير. نعم، إذن شكرا جزيلا لك دكتور عادل مسني الأكاديمي والباحث، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد في الأسبوع المقبل. كونوا برعاية الله وأمنه.